نحن من جماعة أخطرين الباب منبج، فكنا بجماعة الريف الشمالي، بس بعد ما أجينا لو تعرف أنت هون اختلطنا كلنا مع بعض، تقولي كأني كنا بسوريا متفرقين وهون تجمعنا الحمد لله. شو بدكم تلحقوا أنتم الشباب؟ يعني شو بدكم تشتغلوا 24 ساعة؟ والله يعني هذا الشيء اللي صاير عم خلينا يعني حتى العالم عم بتقول إجرة الحلاقة غالية ونحن أصلاً لسه ما في مهنة. أيوه يعني اليوم إجرة الحلاقة 300-400 ليرة، 300-400 ليرة ولا شيء. يعني يمكن الزبون يشوفها كتيرة أو غالية، بس هي بالنسبة لنا ولا شيء يعني على الغلا اللي صاير. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. شو قال؟ بلش. شو بلش يعني؟ بلش الفيديو. بلش الفيديو يعني بلش التسجيل. نعم. شو اسمك؟ فراس. 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 واسمك؟ باسل. باسل. كيفك يا باسل؟ الحمد لله. تمام تمام. انتوا رفقه ولا فريق فوتبول لحاله؟ والله رفقه، لنا شي سنه هون. باسل باي صف؟ ثاني. فراس؟ سابع. حلو والله، منيح عم تجتمعوا هيك يعني سوا ورفقه و... ذاكرتك قويه يا باسل؟ ايه كنت بسجل دار الايتام في الروضه لانه انا ما معي كملك، فلقينا روضة وسجلت بدار الأيتام وصارت حفلين لأنه تخرجنا من الروضة وهلا حافظ كل شيء. حلو يعني الذاكرة تمام يعني؟ نعم. شو أكلت اليوم؟ والله أكل صدق. ما تروح هيك وهيك تقول أكلت وما أكلت وكذا. فطرت الظهر بيض والعصر كمان فطرت. أيوة. وفاجيت على الحديقة اتسلى شوي. حلو. شو هي ابو العبد؟ ما ابو العبد شو؟ ابو العبد مطعم هداك وهناك. ايه شو اكلت عنده؟ اكلت عنده يعني انا بشتغل ميلك شيك بالمحل كوكتيلات. شو بتشتغل؟ ميلك شيك محل كوكتيلات. انت بتشتغل؟ ايه لكن شلون؟ انا طب تعال اثبت لك كيف. مو فيك ميلك شاك جوا بالحاره هناك؟ ايوه. انا اخونا الشغيل اللي كان بيشتغل عند ميلك شاك الله يرحمه. الله يرحمه. ايه فبتساعده يعني؟ ايه لو لمعلمي. ايوه لابو هاشم يعني بتعرفه؟ بساعده وكل يوم باخذ راتب على حسب حظي. حسب حظك؟ ايه الحظ يعني شو في زبونات شو في كذا؟ ايه يعني مرات باخذ 50-60-100. 100 ليرة باليوم؟ اي يعني برات 50-60-100 هيك شيء. شو ضربة علاوية في ما؟ شاطر ما؟ اي والله ذكي باسل بتعلم من اول مرة. علو صوتكم وقت اللي بتحكوا ما واطي صوتكم ما؟ حاضر. صوته فراس ما بينسمع. اي لانه كان يعني ما بيعلو صوته. بس انه يعني لازم اعلي حتى الناس حتى نسمع. ايوه حتى الناس تسمعوا يعني. ايه انت صوتك عالي وشو بدك تقول يعني؟ نعم. اذا في عندك مشكله في عندك شغله بتحكيها ما لمين بتحكيها اكثر شيء اذا شغله هيك متضايق منها؟ يعني رفيقي امي هيك شيء. معناته بالمستقبل شايف انت. ايه لما اكبر. ايوه على ما يبدو بتحب لهي بطنك. ها بتحب بطنك يعني بتحب تاكل؟ لا يعني مو كثير. ايوه لا تحسدونا لا تحسدونا لا تحسدونا. ايوه بتحفظ اغاني؟ لا بحفظ قران. حلو قران وبترتب بالقران نعم. حلو شو بتعرف عن فراس؟ ها شو بتعرف عن فراس؟ انه رفيق وبلعب معه هذيك المره بلعب طابه معه هناك بالجوه بالحاره.
محمود رفيقك كان هون معاه؟ ايه ومحمود هو رفيقي حلاقي يعني. والله انت هون كل رفقاتك كانه؟ ايه كلياتهم رفقاتي. ايه يعني بيحبوك هيك وبيحبوا بدك تحكي معنا ولا بدك تطلع بهي؟ لا بحكي معكم. ها غير شكل الصورة حلوة ما الواحد يتصور يعني. ايه وبيحكي مقابلة بيقول رأيه وبيقول ايه نعم. يعني بتحب التصوير؟ تصوير؟ ايه يعني مقابلة؟ ايوه نعم. يعني هاي أول مرة بعمل مقابلة. حلو هاي فرصة إن الواحد يحكي. ايه عشان يسمعوه الناس. نعم. أكثر شغلة هيك بتحب تحكيها والناس كلها لازم تعرفها شو هي؟ بحب كثير ناس بيسمعوها. ما عندي والله لأنه كل أحلامي حققت. حلو يعني أي شيء بدك إياه ممتاز. إيه يعني أبوي إذا أي شيء بدي إياه من الدكان أبوي بيشتري لي إياه. الحمد لله. الحمد لله يعني هلا ما عم تعاني من شيء؟ ما في معاناة يعني ما في مشكلة؟ إيه ما في مشكلة. إيه بتشوف هي لك رفقات عندهم مشاكل هيك؟ لا أمورهم بخير يعني. إيه كيف الواحد هيك بالحياة بيتعلم وبيصير وكذا وشلون؟ يعني الواحد لما يكون بصغير بقدي عمره 8 ونص، أنا عمري 8 ونص، فإذا بده شيء يصير عنده شغل بالمستقبل بكرة لما يكبر، فلازم أول شيء إنه يدرس ويصلي ويسجل بجامعة ويتخرج بجامعة ويكبر ويشتغل ويصير عنده مستقبل. هيك لازم. بس يعني الطريقة شلون كيف؟ طريقة؟ بكا بدها طريقة بدها أسلوب بدها حظ بدها كذا بدها يعني. في ناس بتتمنى هيك شيء بس ما بتقدر لأنه هما مطولين، لأنه السنين بدها تعدي بقى مطولة كتير تتعدي، عشان هيك لازم يستنوا ويرجع يصلوا ويحفظوا ذاكرتهم. يعني بيملوا قصدك يعني انه السنين بتطول كتير فبيملوا احيانا؟ بيملوا بس لازم انه هم يعني انا قصدي انه لازم يتعلموا يفكروا دائما يفكروا ويحفظوا قرآن ويسجلوا كرسي جامع وينتبهوا على ذاكرتهم ويحفظوا، فهيك الايام بتعدي بسرعه. العقل شو العقل يعني تسمع انت عقل العقل واحد عقله وكذا شو العقل؟ يعني العقل العقل هو جوا الراس يعني جوا هو. المهم يعني العقل ايه شو العقل؟ العقل يعني العقل اذا واحد كان عنده عقله كبير وبيعرف يحفظ فهو يعني بيعرف يكتب الرياضيات بسهولة. أيوة بيكون عقله كبير يعني بيفهم. ايه الواحد لازم يفكر دائما ما؟ ايه نعم. في ناس بتقول لك لا أخي ما بدنا نفكر شغلة هيك هيك قالوا هيك قالوا هيك، فيعني إنه الناس غلطانين فهم يعني هي إذا واحد مخه كبير فبيعرف يحفظ، بس الناس هم غلطانين يعني. واحد عنده شغلة سأل عنا قالوا له هي هيك بتصير، قام هو بدون ما يفكر إيه؟ سواها. إيه هو إذا فكر فيه عقل إيه ممكن تكون الشغلة غير هيك يعني بيعرف يتعامل معها بيكسب أكثر. أما خذ هي هيك احفظ قول كذا اشتغل قيم حط يعني دائما في امر ما بيفكر الواحد لازم يفكر ما؟ ايه نعم لازم صحيح لازم يفكر. نستخدم العقل؟ نعم نستخدمه. والله يا فراس اخذ الحديث كله افندي حكوجي يعني حكوجي يعني بيحكي. ايه والله هو هيك جريء بالحكي دائما يعني بفضفض اللي جواه. ايوه بيحكي كل شيء يعني وبيمزح و ايه يلا ان شاء الله دائما تكونوا هيك رفقه ونشوفكم مبسوطين. نعم ان شاء الله ان شاء الله.
اهلا وسهلا فيك. شرفت بمعرفتك. نحن تشرفنا بمعرفتك. عم بتذكروا انه يوم الايام اجتمعنا وحكينا وسجلنا وما زعنا المقابله صح ما وتسألتك ما اسئله انا لا كان في زباين على الكرسي سالتهم انا أيوة, يعني ايوه انا كنت واقف وانت كنت عم تاخذ وبتعطي ايوه فانت كنت يعني اذا الزبون ما جاوب دغري مباشره يعني بتعبي ايوه حلو الواحد يعني بس والله يعني للامانه يعني كانت مقابله كثير حلوه وانبسطنا بجيتك على راسي والله خلاص معناته اصبح بدنا نلاقي طريقه كيف ممكن نرجع نذيع المقابله بقى رمضان الجاي يعني انت تنشطت بهالمصلحه بالحلاقه هلا والله للامانه المصلحه هي بتكون شلون بدي اقول لك محبه بس الواحد حبب ابدع فيها أيوة. اذا عم بشتغلها بس عشان انه والله مشان مال مشان مصاري هيك يلا شلون ما من كان ما راح ينجح صعب الواحد يعني يشتغل شغله وما له خلق فيها يعني مشكله يعني ما انت بالمستقبل بدك تكون لحالك يعني تشتغل ان شاء الله الله كريم بدها همه شوي بدها بس طبعا على الوضع اللي شايفينه هون تركيا هلا يعني الواحد عم يتردد يعمل اي شيء بس والله عم تغلى الحلاقه طب هلا في فرق ما يعني فرق منيح بين 2015 2014 هلا مزبوط انا بزمانه كنت اضبط دقني وكذا بخمس ليرات إيه؟ اليوم صار تضبيط الدقن 150 200 ليره اوه هذا الحكي من قبل 9 سنين ما بعرف عن الاسعار الا من الناس يعني لانه انا بالبيت برتب اموري مزبوط لاني انا اول ما جيت تركيا كانت اضبط دقني تقريبا 5 ليرات حلاقه 10 15 ليره كانت كل الحلاقه بس طبعا ما بس الحلاقه غليت يعني شوفت عينك يعني اول ما جيت مثلا شغلي اول ما جيت مثلا أجرة الحلاقة صح 5 ليرات أو 15 ليرات بس كمان كانت المواصلات بالباص بالمترو بليرتين ليرة ونص هيك كانت تضخم مو طبيعي نزع كل شيء شو بدكم تلحقوا انتم الشباب يعني شو بدكم تشتغلوا 24 ساعة؟ اي والله يعني هذا الشيء اللي صاير عم خلينا يعني حتى العالم عم بتقول أجرة الحلاقة غالية ونحن أصلا لسه ما لنا موفية مهنة ايوه يعني اليوم أجرة الحلاقة 300 400 ليرة ولا شيء يعني يمكن الزبون يشوفها كتيرة او غالية بس هي بالنسبة لنا ولا شيء يعني على الغلاء اللي صاير يعني انت عندك هيك احيانا الواحد يكتئب مثلا يعني يحسبها انه لوين رايحين شو بده يصير فينا هي ما؟ بتصير يعني دائما بتصير وقت هيك بشوي بخف عنا الشغل وكذا الواحد هيك بصير فيه بكتئب بتضايق كذا بس وقت تكون عم بشتغل الحمد لله بينبسط يعني حتى لو كان شغل خفيف بس وقت بتلاقي مثلا باليوم محلات لزبون زبونين واحد بتضايق يعني قضيت فترة منيحة بحلب بتعرف حلب منيح؟ ايه بعد حلو الواحد يعني هيك يصير في تواصل يعني انا قلعت حلب قبل ما اطلع لهون بوقت دخلتها فتلتها كلها ابوي دخلني عليها فكلها فتلتها مرة واحدة وبعدين طلعنا لهون بس فاتل في يعني باب جنين باب انطاكي باب النيرة بالتلال ساحة عبد الله الجابري هدول كلهم بعرفهم فاتل فيهم هذا غير بقى طبيعة المجتمع بحلب اي بس ما كلها يعني انه طلعت عمري يمكن 13 سنه بس بعرفهم يعني الجيل اختلف ما طريقه يعني التفكير ما كل وقته له جيله هلا انتم بالنسبه لكم احيانا بتجاملوا اللي اكبر منكم الكباريه مجامله بس صعب يعني تكونوا معهم يعني مثل ما بيفكروا مثل ما هلا صح كلامك والدليل على كلامك في رفيقه للوالد اجى لعنا على البيت عم بحضر مباراه وهيك فقال لي اللهم صل على محمد قال لي ما بحب انا اروح عند الحلاق اقعد استنى دور وما بعرف ايش وبدي خلقي قال لي انا عندي ماكينه بالبيت هيك بشيل شعري وخلصت القصه قلت له يعني انت كاني عايش لسه قبل 30 سنه لورا قال لي ليش قلت له والله الزباين كلها بتاخذ رقمنا بتحكي معنا بدي اجي الساعه فلان كذا مثل انه حجزت موعد اجت على الكرسي ايوه يعني لسه لا يعني ما بيروح الوقت يعني محسوب ايوه يعني طلعت فيه هيك قلت هذا عايش معنا لا لساته خلاص هو بيقول لك اريح لي ما اي ما في مسائل اكثر من هيك مو موضوع الحلاقه قناعات الحياه كيف الواحد بفكر شلون بده يشتغل شلون بده كذا يعني مختلفه تمام يعني ابيض واسود احيانا مزبوط
الله يعينكم. الله يعين الجميع. يلا هذا الزمن إلكم. نحن علينا نتفرج يعني. والله الزمن إلنا بس للأسف ما عم نساوي شيء. ما عم تقدروا تساوي شيء. ما عم نقدر نساوي شيء. يلا الواحد هلا بيتفرج ما؟ عم نتفرج. يلا إن شاء الله خير. شو اسمه؟ محمود. محمود. يا عين عليك. ما حقول لك ذكرك بالأسئلة اللي كنا سألناها أو شيء أو كذا. يلا إن شاء الله هيك بنلاقي المقابلة ونبعث لك إياها أو نشوفها سوا. أهلا وسهلا فيك. كثار والله. ايه طبعا شي 10 15 شخص على المسرح باذن الله تعالى. والله نحن بنصور ونمشي بس ما يوم الايام اجتمعنا فيه. والله نحن من ايام حلب كنا بنشتغل بالريف الشمالي، عرفت علي شلون؟ نحن جماعه سامي حاج غازي الله يرحمه. الله يرحمه. كنا بنشتغل بالريف الشمالي. فهلا حاليا بعد ما جينا لهون على اسطنبول صار لي شيء من 2017 تقريبا بشتغل بنفس نفس المسرح يعني. اذا رجعنا قبل يعني بال 2000 وكذا يعني كمان بحلب ما انا من الريف الشمالي، نحن من لون الفرات، عرفت علي شلون؟ يعني انتم ما فكرت انه هلا انتم بالريف؟ لا هلا نحن سابقا كمان بالريف، عرفت علي؟ سابقا كمان بالريف حلب الشمالي. نحن من جماعه اخترين الباب منبج، فكنا بجماعه الريف الشمالي، بس بعد ما اجينا لو بتعرف انت هون اختلطنا كلياتنا مع بعض، تقولي كاني كنا بسوريا متفرقين وهون تجمعنا. الحمد لله صرنا نشوف الحلبي ونشوف القامشلي ونشوف اللاذقاني ونشوف كل العالم الحمد لله، والكل خير وبركه. مين هون الكابتن بال؟ والله الاستاذ ياسر غني عن التعريف. أيوة. الاستاذ ياسر كابتن، والشباب كمان يعني ما فينا نحكي عنهم ابدا، لان الاستاذ يعني قدوه من قادات حلب والمنطقه كلها، عرفت شلون؟ الشباب من ريف كمان عبد القادر خنطماني، الشباب كلها خير وبركه. محمود عفيفي ابو الورد كمان يعني غني عن التعريف. كابتن طبعا اكيد. هون وين ما بروح بلاقيه، ما بيترك فرقه ما بيشتغل فيها. هذا ابا عن جد. ايه فؤاد خنطماني، طاهر خبره، خنطماني، عبد القادر خنطماني، يعني كلهم خبره. فلذلك وين ما رحت بتلاقي. اليوم انتم مع محمد نشار، يعني ممكن كل حفله كل المطربين يعني صاروا قراب عليكم. طبعا بالنسبه نحن بنشتغل مع الكل طبعا، بدون يعني بدون استثناء، كل مطرب بنشتغل معه. اي مطرب بقول نحن اليوم لازمنا فرقه، بشتمكوا الشباب بروحوا معه. يعني اكثر شيء معروف بالريف الشمالي من المطربين اصوات احنا عندنا هونيك بالريف الشمالي. والله نحن الريف الشمالي كان عندنا الله يرحمه ابو حسن حريتاني. ايوه عرفت علي شلون؟ كان يجي لعنا اللهم صل على النبي. الخانطوماني ما في كمان يعني غني عن التعريف. نحن الريف الشمالي يعني معروف مطربين، عرفت علي شلون؟ قليلين بس، ولكن الحمد لله كان في عندنا مطربين يعني. تجهيزات الصوت على ما يرام. على ما يرام الحمد لله باذن الله تعالى. شكرا استاذ. معك الإيقاع هون كمان عندك خليلي إياه كمان. محمد البابا، محمد البابا هون كمان غني عن التعريف. أبو فيصل، هلا أبو فيصل، طبال الساحة يعني كمان، وضابط إيقاع كمان أبو فيصل غني عن التعريف من قلب بيت العالم. تسأل عنه إذا ما وجد لوينه فيصل؟ طبعا 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 أبو فيصل غني عن التعريف كمان، كل العالم خير وبركة أستاذنا. الحمد لله حبيبي الغالي، الله يعطيكم العافية. شكرا شكرا أستاذ عبد الرحمن. إن شاء الله تجهيزات الصوت مثل ما بدكم. طبعا 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 إن شاء الله. مضروبين حجر كبير أنتم. إي والله ما بيعرفوا إنه إذا انتزع ميكروفون شو بده يصير بالواحد. الحمد لله الحمد لله. يلا كنا عم نحكي بهي القصه هي انه قلت جرتن اقول الشيء ان الاهل الاجهزه والاهل الاجهزه والفيديو جرتن اقل الشيء هني، بس هني بيتعبوا اكثر الشيء شايف، والمسؤوليه كلها عليهم، على سفر، على نزل بفلات طالع بفلات، حتى اذا كان ابو الفيديو ضرب جهاز الصوت معه وطلع الجواز الف قصه وحكي. الناس بدها تسمع صوت بالاخير، اي خلل بيقولوا أب جهاز الصوت. وبالنسبة للتصوير على ما عجبني، على ليش طلعت اللقطة وما طلعت اللقطة، أنا ما بدافع عن مصورين فيديو طبعا، هدول أخوتي وحبايبي كلهم، ولكن أطلع بحكي أنا اللي بيعاني منه كل المصورين، شو مساوي مع زبون ما بيرضى زبون، والله فلان واحد كان تصويره أكوس، والله فلان واحد طيب في إنارة بالصالة قد تكون ما كويسة. المطربين إذا ما قدر على شيء شغلة بيقول لك ما عم يعطيني
مع احترامي للمطربين كلهم على عيني وراسي، ما انا ما فيها نحكي يعني، بس بتصير اخوتي وحبايبي كلهم بالنسبه للمطربين والعازفين وكل الناس، اهلي وحبايبي واخوتي انا ان شاء الله باذن الله. المطرب بيسلطن، فبدك تلحقه يعني، ما فيك تتركه. المطرب بيسلطن لما بيكون الناس هيك زي حسينك زي الموجودين ومسلطين ومبسوطين عليه، هو عم يشتغل عم يرجع بيشتغل هو، والخلق مبسوطه هو بيسلطن بمسد يعني. في بعض مطربين اذا ايش بيسويت معهم مثلا مو جهاز ده لا ايش بيشتغلون ما مسلطن الخلق، شلون هو بده يسلطن؟ لما يكون خلق قدامه مسلطن ومبسوطه هو بيسلطن معهم. الحمد لله. لا قلت لي ابو ايش ولا قلت لي مين؟ حضرتي اسمي يوسف السامي. يا اهلا بك. من اهالي قريه مريغل الريف الشمالي منطقه عزاز. اسمي يوسف السامي بيقولوا لي ابو سامي. انا سابقا من جماعه سامي حاج غازي بحلب، فلذلك بيقولوا لي ابو سامي، سميت اسم ابني سامي على اسم سامي حاج غازي. الحمد لله بحلب. الحمد لله. الله يسلمك حبيبي. شكرا شكرا. محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.